الكرام، لازلنا نتواصل وياكم من هنا من عاصمة الميادين وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة ياس الفضائية والقنوات المصاحبة لقناة ياس في هذا النقل الكبير لهذا المهرجان الكبير، مهرجاني وختامي الوذبة. تابعت ويانا شوط المحليات، الكاس الذهبي يذهب مع الاتحادية لسعادة حميد بن سعيد النيادي. سلام يا النيادي، سلام سلام يا أهل العاصمة، سلام يا مدينة العين على انتزاع الاتحادية كاس الذهبي بدون أي أوامر. قامت راس وانهت راس وعصادته في البطان، ومثل ما قال الشاعر بيب بكرة غير بكرة تاني بغيت أشارك الناس. يا سلام، هذه البكرة الاتحادية كلكم شفتوها اليوم، قامت راس وانهت راس وهي تنتزع الذهب، تنتزع الكاس الذهبي إلى سعادة حميد بن سعيد النيادي. سلام يا النيادي سلام. وأيضا الشداد الذهبي على أرضية هذا الميدان للإذاع الجعادين المحليات الأصايل، مباشرة نسير مع المقدمة مع حشيم للسيد سيف بن الصغير بن هزيم المنصوري، وفي المركز الثاني أرى الآن سرمد في المركز الثاني للسيد عمهي بن ساري بن علي المنصوري، وفي المركز الثالث الوسيل للسيد سالم بن ناصر بن سعيد العيدة بشعار اللورد بشعار الهلالية بشعار حلب. هنا الوسيل على المركز الثالث. المركز الرابع، نشوف اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات مسنون بشعار الجريان غادم بقوة، مسنون وصل إلى المركز الرابع للسيد محمد بن حمد بن خليفة العطية، وفي المركز الخامس نشوف اللي في المركز الخامس مزاحم للسيد أحمد بن صقر بالعتوي السلمي. هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط، ولا زال منذ البداية حشيم في مركز الحشمة. ها هو حشيم تشاهدون على شاشة التلفزيون، لا زال مسيطر على المقدمة للسيد سيف بن الصغير بن هزيم المنصوري على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني ناخذ اللي في المركز الثاني، سرمد على المركز الثاني للسيد عمهي بن ساري بن علي المنصوري، وفي المركز الثالث الوسيل في المركز الثالث للسيد سالم بن ناصر العيدة على المركز الثالث. المركز الرابع مسنون للسيد محمد بن حمد بن خليفة العطية، وفي المركز الخامس مزاحم يبي زاحم، واليوم يوم الزحام، اليوم يوم الذهب، يوم الفضة على أرضية ميدان الوذبة في عاصمة الميادين. ها هو مزاحم على المركز الخامس للسيد أحمد بن صقر بالعجوي السلمي. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، وحشيم لا زال مسيطر، لكن سرمد منذ البداية، وعينه على حشيم، عينه على المركز الأول، عينه على الشداد الذهبي. الصراع شديد على المقدمة ما بين حشيم ما بين سرمد. حشيم لا زال على مقدمة هذا الشوط للسيد سيف بن الصغير بن هزيم المنصوري، وفي المركز الثاني سرمد للسيد عمي بن ساري بن علي المنصوري، وفي المركز الثالث الوسيل بشعار اللورد غادم بهذا الشعار إلى المركز الثالث للسيد سالم بن ناصر بن سعيد العيدة.
وفي المركز الرابع، المركز الرابع شاهين، اول لدى الشاهين للسيد ناصر بن خويتم بن بخيت العامري، وفي المركز الخامس مسنون، في المركز الخامس للسيد محمد بن حمد بن خليفة العطية. هذه النتيجة، هذه النتيجة أرى شعارات خادمة أيضا صالت وجالت على أرضية الدولة وخارج أرضية الدولة، شعار عاشق السلالة الشاهينية، شعار ممثل أهل الخور، الشعارات خادمة. وحشيم لازال على مقدمة هذا الشوط، حشيم لازال مسيطر للسيد سيبن الصغير بن هزيم المنصوري على المقدمة. سرمد بدأ يتسلل، بدأ يغير إلى المركز الأول للسيد عمي بن ساري بن علي المنصوري على المقدمة. الوسيل وصل، الوسيل وصل إلى المركز الثاني، شاهين وصل إلى المركز الثالث، إلى الثاني، إلى مقدمة هذا الشوط. بن خويتم مع شاهين مع الشداد 1200 ما تبقى عن خط النهاية، وشاهين يتصدر قائمة هذا الشوط. شاهين للسيد ناصر بن خويتم بن بخيت العامري، شعار المسند قادم، شعار المسند قادم. تبليون نابليون واصل، نابليون واصل بشعار ممثل هل الخور، واصل المسند، واصل ناصر بن علي بن احمد المسند، وصل الى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات. الوسيل على المركز الثالث، المركز الرابع ها هو مسيان للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. نرجع الى مقدمة هذا الشوط، نابليون، نابليون يا المسند، الروح يا المسند، الروح الروح. أهالي الخور شمال الدوحة يراقبون أداء، أداء المتميز نابليون على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، يا سلام يا المسند، يا سلام على هذا الأداء، على هذا التميز في هذا المهرجان المتميز. وصل نابليون، خطف، خطفت البصر إلى الشداد الذهبي، إلى أهل الدوحة. سلام يا الدوحة، سلام، سلام يا أهل الخور، سلام، سلام يا ممثل أهل الخور، سلام يا المسند على انتزاعي الشداد الذهبي مع نابليون إلى دولة قطر، إلى أهل الخور. تهانينا من الأعماق للسيد ناصر بن علي بن أحمد المسند على فوز نابليون بشداد الذهبي. المركز الثاني مياس للسيد عبيد بن عواض بالكيلة العامري. المركز الثالث، المركز الثالث مسيان للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الرابع، المركز الرابع منصف للسيد أحمد بن حمد بن مطر بن مايد الخيلي. المركز الخامس مسنون للسيد محمد بن حمد بن خليفة العطية. هكذا أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، نابليون له كلام ثاني، عسم، عسم ما أدري أجنبي ولا عربي، هذا يرجع عسم فرنسي. مشكور يا المسند، مشكور يا المسند، بس أنا ما أعرف فرنسي، ولا بعطيك التوقيت بالفرنسي والسلامات بالفرنسي. أمورك صفاء يا المسند، تهانينا، تهانينا يا المسند على انتزاع الشداد الذهبي إلى أهل الدوحة، إلى أهل الخور، وأنت ممثل أهل الخور مع نابليون في زمن وقدر. نشوف 9 دقائق ثانيتين جزء واحد من الثانية. تهانينا للسيد ناصر بن علي بن أحمد المسند وهو ينحدر من سلالة المختبر. سلام يا المختبر، سلام. جوما بيلي أبوه، يا سلام، تعلمنا شوية لغة فرنسية، لو درينا بك ياي في الشوط حفظنا كم كلمة ويبناها. تهانينا، ولا ننسى أيضا الحدان المهندي الناموس. المركز الثاني، مياس وصل في المركز الثاني 9 دقائق 6 ثواني. تهانينا للسيد عبيد بن عوض بالجيلة العامري، والذي وصل في المركز الثالث، المركز الثالث مسيان
مساء الخير يا بن رشيد. 9 دقائق 6 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي، الرمز أيضا السابق.